أنا يمكن إحنا هسه في نهاية 2022، استوديو التاسعة يعرض لكم من خلال شاشة قناة هي باسم كريم، اسم الفلوجة. الفلوجة هي ملك كل العراقيين، وهي عراق مصغر، مدينة تمثل العراقيين جميعا. الفلوجة كقناة أيضا كانت صوت كل العراقيين، وحافظت على هذه الأمانة وعلى هذا التواصل، ومن خلالها لهذا يبث استوديو التاسع لكم دون القنوات الأخرى. نشوف. مع كل دورة تدورها عقارب الساعة تدور معها عجلة الأحداث، ومع بزوغ كل فجر أول تولد أخبار جديدة. قناة الفلوجة بغداد. قناة الفلوجة الوصفة. حاليا ما عندنا أدوية تكفينا. رئيس الجمهورية وأنه حافظ على كل الأحداث عجلة في يومنا هذا. من هنا البداية. وتميز قناة الفلوجة كقناة فضائية تميزت أيضا بنجومها. يعني كل من يعمل في قناة الفلوجة وضع باعتباره أنه يمثل العراق ككل والعراقيين جميعا. يعني أنا حقيقة اليوم يسرني أن يكون وياي ثلاثة من النجوم الذين تابعتموهم بشكل مستمر ويومي في الشارع العراقي من كردستان للبصرة، يتواجدون يوميا وينقلون همومكم. يعني أنا بينما يجهزون حيكون وياي المراسل التلفزيوني والنجم التلفزيوني الأستاذ علي عبد الكريم اللي عرفتوه وتواصل وياكم جميعا، وعرفته أيضا بقدرته على تحقيق مواقف متميزة. يعني نتذكر بعد التصويت على اختيار محمد شيع السوداني رئيس وزراء، كان هو أول واحد من كل الفضائيات العراقية والعربية والأجنبية الذي استطاع أن يصل للسوداني ويسأله عن ما يعد به الشعب العراقي. خلينا نشوف. ألف مبروك، أريد كلمة للشعب العراقي. انتظر من عندك رسالة. الله يبارك إن شاء الله كلنا خدام للشعب العراقي. ألف مبروك، أريد كلمة للشعب العراقي. انتظر من عندك رسالة. الله يبارك فيك إن شاء الله كلنا خدام للشعب العراقي. وسيكون معي أيضا نجم تلفزيوني آخر، هو أنا حروح على الأستاذ بشير الحسن الذي قدم لكم يوميات إقليم كردستان بكل أحداثه ومواقفه، لكن في البداية وضع بالاعتبار هموم النازحين، ولهذا وجدنا دائما ما يكون مع دموع النازحين ومع رسائلهم التي نقلها بأمانة إلى من يهمهم الأمر. بشير الحسن يمكن شفنا إلى آخر تقرير أيضا عن النازحين، خلينا نشوف هذا المقطع. أبوي أنت أرحم الراحمين، والله ما ظلنا غير الله يا أخوي. ولا حالتنا تعبانة والله تحت الصفر. عام آخر يشد الرحال، وما يزال سكان الخيام والصفيح من أهالي الموصل في مخيم بحركة يصارعون للبقاء على قيد الحياة. فقدرهم واحد مع الفقر والعوز والحرمان. رحلة نزوح تجاوزت 8 سنوات، والواقع الحالي يقول لا نهاية قريبة تلوح بالأفق لعودتهم إلى الديار. فالشتاء يقسو عليهم، والحرائق المتكررة تحصد أرواحهم. من مخيم بحركة، بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. وسيكون معنا أيضا النجم التلفزيوني أحمد ناجي مراسل قناة الفلوجة في الأنبار. يعني أيضا عرف بتقارير المتميزة، مثلا اللقاء مع أكبر معمرة ما زالت على قيد الحياة من حياة من أهالي الفلوجة الكرام، من الجميل الكرام. خلينا نشوف والله جزء من التقرير. ها هي قد دخلت عامها الواحدة بعد 100، وخلفها ذرية تزيد عن 400 شخص، ما بين ابن وحفيد وابن حفيد. الحاجة فرحة جميلي أكبر معمرة في مدينة الفلوجة، رغم كبر سنها إلا أن قلبها ما يزال محتفظا بوفاء حبها لزوجها الذي وافته المنية مفارقا لها منذ سنوات. تذكرت أيام الوصال بقربكم، فهيج قلبي في الغرام لهيب. هذا هو لسان حال هذه الحاجة
بعد أن أتمت 100 عام، أما الجلوس جنبها والاستماع لمواعظها كأنها كتاب يلهمك دروس الحياة التي وهبتها لها الأعوام كمدرسة تاريخية جيلا يحكي لجيل. من الأنبار أحمد ناجي، قناة الفلوجة.